السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، واش اخباركم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله باذن الله. في هذا الفيديو غادي نعاود نرجعوا للبريمو سوكورسو الكابيتولو رقم 22، وغنشوفوا منه ايضا في هذا الفيديو جوج دروس، لان كي قلت لكم ما كنبغيش نحط اكثر من جوج دروس باش الفيديو ما يكونش طويل. اذا حنا غنشوفوا هنا جوج حالات، غنشوفوا الحاله ملي كيكون الانسان انكوشينسا بمعنى فاقد الوعي، والحاله التاليه ملي كيكون عندنا واحد الفريتو ويتسيوناتو بمعنى مصاب بحروق. غادي نشوفوا هاد الدرس وغنشوفوا كيفاش غنتعاملوا مع هاد الحالات، وايضا غنشوفوا الكويتس ديال هاد الدروس بجوج. نتوكلوا على الله وندوزوا لاول درس. ستاتو دي انكوشينسا، حاله فقدان الوعي ولا حاله الاغماء. سي اون فريتو دي لا سترادا ان ستاتو دي انكوشينسا، الا كان واحد المصاب في الطريق وكان كيعاني من حاله اغماء او فاقد الوعي، كيفاش خصنا نتعاملوا معاه؟ لان في هذه الحاله كيكون صعيب انك تقدم ليه المساعده الا ما كنتيش عندك درايه بالموضوع، لانه هو ما كيستجيب لحتى شي حاجه وما كي غير مدرك لداكشي اللي كيدور حداه. الله خص الانسان يكون رد البال بزاف ويعرف اشنو خصو يقدم ليه ولا شنو خصو يدير معاه. هنا ملي كيكون عندنا هذه الحاله هذه، نعرفوا بان هذاك البيرسونا او هذاك الانسان اللي هو فاقد الوعي نورياجيش استيمولي سيمبليتشي، ما كيقدرش يستوعب اي حاجه ولو شي حاجه بسيطه، ما كيقدرش يقدم لك حتى ابسط الحاجه. مثلا كتقدر الانسان ملي كيكون واحد المصاب وهو واعي كتقدر تقول ليه هز يدك هز هادي، هنا غنعرفوا بان هذاك الانسان راه ما كيستجبش ولو اقل حاجه، لانه فاقد الوعي ما كيدركش اشنو كيدور من حداه. ايضا كيكون نونين غرادو دي سيغويري موفيمينتي، ما كيقدرش الا طلبتي منه شي حركه انه يديرها، لان افولتي كنبقاو نقولوا هز راسك ديري باش نعرفوا هذاك الانسان فين مصاب، باش ما نلحقوش نوصلوا مثلا ونديروا ليه شي حركه اللي غادي تزيد تادي اكثر. هنا في هذه الحاله لان قلنا اخطر ما كاين هو الانسان يكون مغمى عليه، لان ما كتعرفوش واش مهرس او لا عنده شي حاجه ماشي هي هذيك، كصعيب التعامل معه، لان قلنا غير قادر على الاستيعاب وغير قادر ايضا على انه يدير شي حاجه اللي طلبتيها منه. ايضا نونينغرادوري ريسبونديري ادونا دوماندا، كي ايضا ما كيقدرش يجاوبك على شي حاجه، لان ممكن تبقى تقول لي واش انت كتحس هنا بالالام او لهنا هذيك كضرك او لا عندك شي حاجه في هنايا، ما كيستجيب حتى شي حاجه. نون اسيندو كاباتشي دي بروفيديري اسي ستيسو، كيكون هو غير قادر على مساعدة نفسه أصلا، ولهذا فمن الضروري علينا بيزونيا فيجيلاري سولي سوي كونديسيوني بريندير سيني، خاصنا حنا نقدمو ليه نراقبو ليه الحالة ديالته ونعتنيو به بطريقتنا اللي حنا ديجا كنكونو عارفينها. يعني أي إنسان راه كيكون عارف هاد المسألة ملي كيكون كيحفظ في الباتينتي بحال حنا كنديرو دابا، كنعرفو كل حالة كيفاش حنا خصنا نقدمو لها المساعدة. إذا هنا في هاد الحالة كنبقاو نراعيو ليه، نشوفو الحالة ديالتو كيفاش دايرة، وأيضا نحاولو نعتنيو به بالشكل المناسب به، لأنه هو راه ما واعيش وما عارفش أشنو كيدور حداه. أشنو خصنا نديرو ليه؟ موفيرلو سولو سي سي تشيرتي كي نون ابيا تراومي على كولونا فيرتيبرالي، ما نقدروش نحركوه من المكان ديالو الا الى ما تاكدنا بانه ما عندوش حتى شي ضربه او لا خدا شي صدمه في العمود الفقري ديالو، لان الا كان حتى مهرس من العمود الفقري وحركناه او لا عنده شي حاجه كتولي شي حاجه اكثر من خطيره. اذا ما نقدروش نحركوه من بلاصتو حتى نتاكدوا بان ما عنده حتى شي حاجه في العمود الفقري. علاش؟ لان حنا باش نقدموا الاسعافات الاوليه لهذا الانسان خاصنا ضروري نوضعوه في واحد البوزيسيون، وبالتالي غنقوموا بالتحريك ديالو. فاحنا قبل ما نديروا اي خطوه خاصنا نراقبوا واش هذاك الانسان ونتاكدوا راه ما عنده حتى شي هرس او لا عنده شي حاجه خطيره في قلنا في العمود الفقري. بيزونيا فيريفيكاري سي ريسبيرا انكورا، يعني خصنا نراقبوا واش هذا الانسان مازال كيقدر يتنفس او لا. اشنو خصنا نديرو ليه؟ بونيندو لا مانو سولا بارتي باسا لاتيرالي ديل توراتشي او سولا دومي، خصنا نحط اليد في القفص الصدري يعني اولا في صدرو اولا سولا دومي في البطن ديالو. بهاد الحاله باش حنا كنقدروا نعرفوا واش كيتنفس اولا ما كيتنفسش، لانه هو ما غاديش يقدر يهضر معانا وما غاديش يستجيب لينا اي حاجه طلبناها منه. حنا غننتقلوا دابا للصوره باش نفهموا اكثر. حنا هنا الرقم واحد كيقول لنا الوضعيه باش حنا غادي نقدروا نشوفوه ونتاكدوا بانه راه هذاك الانسان راه مازال كيتنفس او لا. في الوضعيه الثانيه او لا قبل ما ندوزوا للوضعيه، ولو ان امامنا دابا الصوره، الا تاكدنا بان سي ريسبيرا افاتيكا ليبيراري النازو او بوكا ديفينتوالي اوستروسيوني، الا كنا
ملي قمنا بهذه المراقبه نشوفوا واش كيتنفس ولا لا، ولقينا بانه كيتنفس بواحد الصعوبه سوبيتو خصنا نقوموا بتفريغ الانف ديالو وايضا الفم من ايفينتوال اوستروسيوني من اي حاجه كتعيق التنفس ديالو، لان فولتا كيكون الفوميتو كيقدر يكون الدم مثلا كتقدر تكون عنده هو ديجا شي حاجه في فمه وتصاب بديك الحديثه وبقات ساده ليها التنفس، لان ضروري نراقبوا هذه المساله الا بان لينا كيتنفس بصعوبه. سي ريسبيرا سبونتانيامينتي، الا كان كيتنفس بطريقه عفويه وتلقائيه هنا بورلو ان بوزيسيوني، يجب وضعه بالشكل اللي دابا كنشوفه في الصوره لاتيرالي دي سيكوريتسا، خاصنا نوضعوه بالجنب ديالو باش نضمنوا السلامه ديالتو. كون مولتا كاوتيلا بالحذر الشديد، لان قلنا خصنا نتاكدوا ان ما عنده حتى شي حاجه في العمود الفقري ديالو. زدراياتو سو دي اون فيانكو كون تيستا ريكليناتا، الى لاحظنا في الرقم 3 الرقم 2 حنا وضعناه في الجنب ديالو، الرقم 3 الراس كيكون شويه كنهزوه الفوق ريكليناتا بمعنى مائل واحد من بعض الشيء. علاش؟ لان الى حطيناه في الجنب في الارض وهزينا له الراس ديالو شويه كنقدروا نفتحوا ليه مجال انه يتنفس باكثر بطريقه اكثر ولا بطريقه احسن. الاندياترو بير فافوريري اون بون ريسبيراسيون، يعني ريكليناتا الاندياترو يعني مائل الى الخلف باش اننا نساعدو باش يتنفس بشكل جيد. غامبا بيغاتا، لا غامبا الرجل ديالو كتكون مطويه، براتشو بيغاتو ايضا لامانو ديالو او الكتف ديالو حتى هو كيكون مطوي بالشكل اللي عندنا في الصوره. ان مودي دي فورنير سوستاني ديال لا تيستا، واليد ديالو ملي كنتنيوها كنحطوها ليه تحت الراس ديالو بحال اللي عندنا في الصوره باش نعاونو حتى الراس، لان الراس الا كان محطوط ديريكتومنت فوق الارض كتكون شويه متعبه ليه هوايا. فملي كنوضعو اليد ديالو كنتنيو ليه لا غامبا كيف عندنا في الصوره وكنتنيو ليه اليد ديالو وكنوضعوها تحت الراس كنساعدو انه يكون في واحد البوزيسيوني اكثر راحه وبالتالي كيقدر يتنفس احسن. بوكا فورنير سوستانيا لا تيستا، يعني نساعدو الوضع ديال الراس يكون بشكل جيد. بوكا ابيرتا، الفم خصو يكون مفتوح. ريفولتا فيرسو تيرا بير فاشيليتاري لفوريشيتي دي ليكويدي، الفم ديالو بمعنى ان قبل قلنا الراس يكون مائل للخلف ومحطوط فوق الارض واليد تحت الراس، ولكن الفم خصو يكون دائما ابيرتو، دائما نحلو له الفم ديالو وهذاك الفم نحاولو نوجهوه على الارض باش الا كان عنده شي حاجه في سانغوي او ليكويد ولا فوميت ولا اي حاجه كانت عنده في الفم ديالو كتهبط وكتمشي باش كيساعده باش انه يتنفس. كويندي هادو هما الاسعافات الاوليه ديال واحد الانسان اللي هو كيكون ستاتود انكوشينس بمعنى فاقد الوعي. اول دوماندا سيون فيريتو ديال لاسترادا ان ستاتود انكوشينس، الا كان واحد المصاب في الطريق هو كيكون في حاله اغماء او فاقد الوعي. بيزونيا فيريفيكاري سي ريسبيرا انكورا، خصنا نكونترولي ونراقبو واش هو كيتنفس او لا لانه هو فاقد الوعي. طريقه باش غنكونتروليه، ميتين دو اون مانو سو لا بارتي لاتيرالي، نوضعو اليد في الجانب ديالو باسا ديال توراتشي تحت الصدر ديالو سو لا دومي وفي البطن ديالو، يعني تحت البطن اولا في البطن وتحت الصدر ديالو. هنا بهذه الطريقه باش حنا كنشوفوه واش هو كيتنفس اولا، لان حنا كنهضروا على واحد الانسان اللي فاقد الوعي بمعنى ما كيستجيب لتا شي حاجه. هنا الدوماندا فيرا سيون فورتوناتو ديلا سترادا ان ستاتو دي كوشينسا بو اسيري موسو سولو سي سي تشيرتي كي نون ابيا ترامي على كولونا فيرتيبرالي. هنا الا كان عندنا واحد الانسان فاقد الوعي في الطريق نقدروا نحولوه من البصر موسو، يعني نهزوه من المكان ديالو او نغيروا ليه المكان ديالو سولو فقط الا حنا تاكدنا بانه راه ما عنده حتى شي ضربه في العمود الفقري. اذا هنا غنديروا فيرو، لان كي قلنا حنا كنهضروا على واحد الانسان اللي هو فاقد الوعي، يعني ما يستجيب حتى شي حاجه عفوا، لان كون كان بالوعي كنا غنسولو واش كتحس بالالام واش هنا واش هنا، نعرفو تقريبا كنقدروا نعرفو اشنو عنده، ولكن حنا كنتعاملوا مع واحد الانسان غير قادر على حتى انه يعاون راسو. اذا حنا خصنا نتصرفوا من تلقاء نفسنا وخاص تكون عندنا خبره، وبالتالي قبل ما نقوموا بالتحريك ديالو لان باش نقدموا ليه المساعده كيف قلنا في الشرح ديال الدرس خصنا نحطوه على جنبه وخاصنا نقوموا بالتحريك ديالو بطبيعه الحال. فقبل ما نعطيو الاسعافات او نقدموا له المساعده نتاكدوا بانه هو ما عنده حتى شي حاجه في العمود الفقري. هنا الدوماندا فيرا
Siamo feriti della strada in stato di coscienza e fa fatica a respirare, e quando soube fit tenefus, bisogna liberare subito il naso, khasna subito nfrgu ليه الانف ديالو e la bocca o il fem ديالو ايضا من اي حاجه كتعيق ليه ديك العمليه ديال التنفس، اي حاجه كما كانت نوعها. هنا الدوماندا فيرو افولتي كيكون هذاك الانسان اللي هو مصاب عنده سنان صناعيين، وبالتالي حنا الا لقينا واحد الانسان من هذا النوع كنزولوا له هذاك الباريكول ولا داك الشيء اللي داير في فمه، كنحيدوا ليه هذوك السنان، كنحيدوهم باش يقدر يتنفس مزيان. Se un ferito della strada è in stato di coscienza, bisogna controllare spesso le sue condizioni di salute fino all'arrivo dell'ambulanza. خصنا إلا كان عندنا واحد إنسان مصاب وهو فاقد الوعي، خصنا نكونتروليو الحالة ديالته كيفاش هي، الحالة الصحية ديالو كيفاش هي، واش حنا هنا ملي كنهضرو على الحالة الصحية واش كيتنفس ولا، لأن أهم حاجة وهو أن هذاك الإنسان نحافظو ليه على الحياة ديالو، يبقى على قيد الحياة. فاحنا باش غادي نشوفو غنشوفو واش كيتنفس، ونحاولو نعرفو واش هو ما عنده حتى شي دقة في العمود الفقري ديالو، باش نحطوه في البوزيسيوني الجوستو باش هو كيقدر يبقى يتنفس بطريقة سليمة. إلى غايس وصل لومبيلونس الإسعافات، هنا الدوماندا فيرو، غندوزو إن شاء الله نشوفو لي فالسي. Se un ferito della strada è in stato di coscienza, bisogna somministrargli bevande alcoliche. إلا كان عند واحد الإنسان فاقد الوعي، خاصنا نعطيوه يشرب مشروبات كحولية ولا شي حاجة فيها الكحول. هنا الدوماندا نون سينسو بطبيعة الحال، لا، أنه هو ديجا دايخ وفاقد الوعي، ما غاديش نكملوا عليه حنا. إذا هنا الدوماندا راها باينة فالسو. Se un ferito della strada è in stato di incoscienza, bisogna bloccargli le mani. إذا لقينا واحد الإنسان في هذه الحالة ديال الإغماء، خاصنا حنايا من الضروري عنا نبلوكيو ليه اليدين ديالو، بمعنى نحزمو ليه اليدين أو ما نخليوش يحرك اليدين ديالو. هنا الدوماندا فالسو، لأن حنا قلنا وحدة كتكون بيغاتا مطوية، والتاني خصنا نحطوها ليه تحت الرأس ديالو باش نساعدوه أنه يكون مرتاح ولو أنه محاش. وهذيك اليد ملي كتكون محطوطه تحت راس، حنا كنا عارفين هذه المساله، كنحسوا بواحد الراحه ولو انه هو فاقد الوعي، ولكن هذيك الطريقه راه كتساعده حتى انه باش يتنفس مزيان. هنا الدوماندا فالسو. Se un ferito della strada è in stato di coscienza, bisogna facciargli la testa. هنا ملي يكون عندنا واحد الفيريتو، خاصنا فشارلي لا تيست، بمعنى نضمدو ليه الراس ديالو اولا نحزمو ليه بشي حاجه. هنا غنديرو فالسو، الراس قلنا كنميلوه للخلف باش نسهلو عليه عمليه التنفس، لانه ما عندوش دقه مصاب ولا جريح ولا، حنا كنهضرو على واحد الانسان فاقد الوعي وما عرفناش واش كيريسبيري او لا. Se un ferito della strada è in stato di incoscienza, bisogna metterlo in posizione semiseduta. الا كان عندنا واحد الانسان فاقد الوعي، خاصنا نحطوه في وضعية ديال شبه جالس أو لا نصف جالس. هنا غنديرو فالسو، لأن ديجا هو فاقد الوعي، إلا حطيناه جالس راه من طبيعة الحال غادي يطيح، لأن ما كيتحكمش في نفسه، ما واعيش بداك الشيء اللي حداه وما عارفش شنو كيدير. إذا حنا كنسرحوه في الأرض، وكان قبل ما نسرحوه في الأرض نتأكدوا بأن ما عنده حتى شي دقة في العمود الفقري، كنشوفوا بعدا واش كيتنفس ولا لا، بحيث كنوضعوا اليد تحت الصدر ديالو أو في البطن ديالو. كان من بعد ملي كنتاكدوا من هذا الشيء، كنحطو على الجانب ديالو، الجنب ديالو، كنوضعوا له اليد ديالو بيغاتا متنيه واليد الاخرى تحت لا تيستا، والرجل ايضا كتكون بيغاتا بحال اللي شفنا في الصوره، والراس كيكون مائل للخلف. هذه الطريقه باش حنا كنقدموا المساعده لواحد الانسان اللي هو كيكون انستاتو دي كوشينسا اوتسيوني. الحريق ملي كتكون عندنا واحد الحادثه ديال السير، كيكون في واحد الانسان محروق. سيون فيريتو بريزينتا اوتسيوني، الا كان عندنا واحد الجريح وهو محروق، سي انكورا بريزينتي فيامي وكيكون مازال شاعل العافيه، بيزونيا سبينيرلو سوفوكان دولي اد ازامبيو، يكون هنا كوبيرتا. في هذه الحاله سبينيرلو سوفوكان دولي، خاصنا نقومو بحصر هذيك العافيه، مثلا اننا نقومو بهذيك العافيه اللي فوق منها واحد الكوبيرتا، واحد الغطاء كما كان نوعه، كنرميو فوق هذيك العافيه، وبهذه الحاله كنحاصرو هذيك العافيه وما كنخليوش تنشاشر او كتطفى من بعد، لان صافي كتمشي. وايضا خاصنا ايفيتاري دي توليري لي اندومنتي ريماستي اتاكاتي الا بيلي بروتشاتا، نتجنبو اننا يبان لينا واحد الانسان محروق
والحوايج ديالو مثلا شعلت فيه العافيه، والحوايج لصقوا له في اللحم ديالو، اننا نوضوا حنايا باش نساعدوا نحيدوا له هذوك الملابس اللي هما اتاكاتي بالبيلي اللي هي بروتشاطا، بمعنى بالنسبه للجلد ديالو اللي هو تحرق. هنا غنديروا هذه المساله ممنوعه، خصنا نحطوها في بالنا، ممنوع منعا كليا يكون شي انسان محروق ونجيو حنايا ونحيدوا له الملابس ديالو من فوق هذيك الحرقه، كنخليوه بحال هكاك، ما خصناش نمسو، لان كاينين الناس مختصين هما اللي عارفين التقنيه الصحيحه باش انهم يقدموا المساعده لهاد الناس هذا، لان الحريق ماشي شي حاجه سهله اي واحد ممكن يتدخل فيها. خصنا ايضا نقومو باش رافريداري لي بورسيوني دي بيلي اوتسيوناتا كون اكوا فريدا، نقومو بتبريد هذاك الجزء من اللحم او جزء من الجسم ديال الانسان اللي هو اوتسيوناتا اللي هو محروق، بحيث اننا كناخذوا الماء بارد وكنخويو ليه على هذيك البلاصه اللي هي محروق فيها، باش كنبردوا ليه هذيك العافيه، لان الله ينجينا وينجيكم الحريق ماشي شي حاجه سهله، فكيكون عنده واحد الالم خطير. كونفيين كوبرير لي كون ماتيريالي بوليتو بوسيبلمنتي ستيريلي، من الاحسن علينا اننا نغطيه بواحد الماتيريالي اللي هو كيكون نظيف، وكنحاولوا نشوفوا شي حاجه اللي هي كتكون من نوع اللي هي وكتكون ديجا معقمه، لان قلنا عندنا الحريق، فلا تحطت فوق منه شي حاجه ما كتكونش نظيفه ممكن كيوقع لنا تعفن في هذاك الحريق. اذا حنا نغطيوه باش ما يبقاش يضرو فيه لا الشمس لا حتى شي حاجه، وما تلصق له على ديك الحرقه حتى شي حاجه، ولكن هذاك الغطاء خصو يكون ضروري بوليتو، ولا اقتضى الحال اولا قدرنا تمكننا اننا نلقاو شي حاجه معقمه، من الافضل ومن الاحسن. نون ديزينفيتاري ني ابليكاري بوماتي، ما نقوموش بتعقيم هذاك الحريق، يعني الانسان كيبغي يجتهد في انه يمشي يقدم المساعده اكثر واكثر، فكيقوم بشي اخطاء ولو بحسن نيه، ولكن ما كتفيدش هذاك الانسان اللي هو محروق. اذا حنا خصنا نردوا البال، ما نقوموش بتعقيم هذاك الحرق، او لاننا نوضعوا ندهنوا مثلا واحد النوع ديال الكريمه بحجه اننا نقدروا نبردوا عليه هذيك الحراره ولا هذاك الالم ديال الحريق، او الكول سولي بارتي اوتسيوناتي، او لا نوضعوا شي حاجه فيها الكول فوق هذيك البارتي اللي هي كتكون محروقه، هادو ممنوعين منعا كاملا. اذا حنا عندنا واحد الفيريتو، اشنو غادي نديروا ليه؟ غنحاولوا مما امكن نخويو الماء على هذيك البلاصه اللي هي محروقه، وقبل من هذه اول حاجه كنديروا كنلوحوا واحد الكوبيط على هذيك العافيه باش اننا كنحاولوا نهدنوها صافي ونطفيوها ونحيدوها. ثاني حاجه كنخويو ليه الماء على هذاك البارتي اللي هي محروق فيها، والماء كيكون بارد، وكنغطيو بواحد الماتيريال اللي كيكون بوليتو فقط لا غير. هادو ثلاثه الخطوات كنقومو بهم لمساعده اي انسان كيكون تصاف في الطريق وشعلت فيه العافيه. سيون فريتو ديلا سترادا سي اوتسيوناتو يا سونو انكورا بريزينتي دي ريزيدو فيامي، الا كان واحد الجريح ولا واحد المصاف في الطريق وهو كيكون محروق ومازال كاينين ريزيدو فيامي، بقايا ديال النيران مثلا، بقايا ديال العافيه، بمعنى كانت العافيه قويه ولكن بدات كتطفى ولكن باقي منها شي حاجه. هنا اشنو خصنا نديرو؟ بيزونيا سبينيرلي، خصنا نقومو باطفاء هذيك العافيه اللي هي باقا، سفوكاندولي بمعنى نخنقوها او نحاصروها مثلا بواحد الكوبيرتا، كونونا كوبيرتا مثلا، لان العافيه الا كانت الا بقات واخا غير شويه مع الرياح كتكثر هذيك العافيه، فحنا شنو خصنا نديرو؟ هذيك العافيه خصنا نحجبو عليها الهواء او البرد باش ما تعاودش تزيد تشعل اكثر، وبالتالي كتخنق وكتطفى. اذا فملي كيبان لينا شي انسان محروق وباقا لاصقه فيه شي حاجه فيها العافيه، فحنا كنغطيو سوبيتو باش اننا نغطيو هذيك العافيه كلها، ما نخليو منها حتى جزء، نغطيوها كامله باش هذيك العافيه كنحاصروها وكتهمد وكتطفى. هنا الطوموند اكيد فيرو سيون فريتو ديلا سترادا سيزيوناتو اي كونسيليابلي نون توليري فيستيتي ريماستي اتاكاتي على بيلي بروتشاتا، الا كان واحد الجريح هو مصاب بحروق او واحد المصاب هو عنده حروق، من الاحسن حنا ما نقوموش بازاله الملابس ديالو اللي هي كتكون بقات عالقه ليه في هذاك الحريق. ابولتا كيتحرقوا الملابس كيبقاو بعض الاجزاء لاصقه في واحد الجزء من الجسم كيكون ديجا محروق، هنا غير مسموح لينا، ومن الاحسن ما نحيدوش ليه هذوك الملابس اللي هي بقات واحله ولا لاصقه في هذاك الحريق، لان كنقدروا ناديو بهذه المساله. اذا حنا قلنا كنغطيو الحريق نحيدو، وما كنقوموش بازاله اي حاجه كتكون عالقه ليه في الحريق ديالو.
Per diminuire il dolore delle uzioni, si deve, se possibile, fare uso di acqua fredda. باش نقصوا من الالام ديال هذاك المصاب وهذاك الحريق، الا كان كيتواجد عندنا الماء سي بوسيبلي نخويو عليه الماء بارد، لانه الماء بارد كيحاول يبرد عليه هذاك الالام ديال الحريق، لان كنا عارفين الالم ديال الحريق اعوذ بالله منه راه شي حاجه اللي ما كيتحملها حتى انسان. الله ينجينا من العافيه. الطوماطه الاخرى ديال الفيري، Se un ferito della strada ha riportato le ustioni al busto, e la can واحد المصاب وعندو الحريق في الصدر ديالو، conviene coprirli con materiale pulito, possibilmente sterili. خاصنا نقوم بتغطية هذاك المصاب ولا هذاك الحريق بواحد الماتريال كيكون بوليتو، ولا تمكننا من ان هذاك الماتريال، يعني هذاك الغطاء او لا شي حاجة اللي هي كتكون ستيريل معقمة، من الاحسن، لان الجسم كيكون محروق وكنقدر نحطو فوق منه شي حاجة ما كتكونش نقية، اذا راه كيقدر يوقع عندنا تعفن. هادو هما لي دوماند دي فيري. ان شاء الله غندوزو دابا نشوفو لي فالسي. Se un ferito della strada si è ozionato e sono ancora presenti de delle residue fiamme, إذا كان عندنا واحد المصاب بحروق في الطريق ومازال كاينه شعلة فيه، مثلا واحد شوية العافية، بيزوني اسبيتاري كي سي سبينغانو دا سولي بريما دي انترفينيري. هنا إلا لقينا واحد الإنسان شعلة فيه العافية ومازال لاصقة فيه شي حاجة اللي هي فيها النيران، هنا ما خصناش نطفيو ديك العافيه، نتسناوها حتى تطفى هي بوحدها، ولا ما بغاتش تطفى كتبقى شاعله، المهم نخليوها تطفى على راحتها قبل ما نبداو نقدموا لي اي اسعافات اوليه. هنا غنديرو فالص، لان من اهم الاسعافات الاوليه خصنا نقوموا بها وهي اننا نطفيو لي هذيك العافيه وما نخليوش كيتحرق. قلنا باش نطفيوها بواحد الكوبيرتا، نغطيو هذيك العافيه ونغطيوها كل ما نحاولوا نخليو فيها حتى شي جزء، لان قد ما بقات العافيه عريانه قد ما البرد كيبقى يزيد يشعلها اكثر. اذا هاد الدوماندا راها فالسيسيمو. Se un ferito della strada si è ozionato, bisogna sempre togliere le parti dei vestiti che sono rimaste attaccate alla pelle. إذا كان عندنا واحد الإنسان كان مصاب بحروق، دائما خاصنا حنايا في جميع سامبري خاصنا نقوموا بإزالة هذوك الملابس اللي هما كيكونوا بقاو عالقين ليه في هذيك البارتي ديال بيلي اللي هي كتكون محروقة. هنا غنديرو فالسو، حنا قلنا ممنوع منعا كليا ازالته، هما كيقولنا ايكونسيليابلي كينصحونا، ولكن هي راه هذاك النصيحه يعني بشكل ديال اجبار، يعني خصنا ما نقوموش بازاله اي حاجه كتكون لاصقه في اللحم ديال هذاك الانسان اللي هو مصاب، لان كنزيدو نضروه اكثر. طوماند هنا فالسو. Se un ferito della strada si è ozionato, bisogna disinfettare le bruciature con l'alcol. هنا الا كان عندنا واحد المصاب بحريق، هنا خصنا نعقموا ليه هذاك الحرق ديالو بالالكول. نونا سينسو ايضا هاد الدوماندا ما عندها حتى شي معنى، لانها بالمنطق لا يعقل. اذا هنا غنديروا ايضا فالسو، لان الانسان محروق نزيدو نحطو عليه الالكول فشي حاجه اللي هي شي حاجه خطيره. هذه هي اخر دوماندا في لي دوماند ديال هذا الدرس، وكيف كنقول دائما نكتفيو بهذا القدر، لان كيف قلت في البدايه الا جيت نطول اكثر غادي نخلي الفيديو ياخذ واحد المده اطول، فجوج دروس كافين في كل فيديو. نتمنى يكون كل شيء واضح ومفهوم. نخليكم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.